السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد إن شاء الله نستكمل به تضاريس الوطن العربي اللي احنا قسمناها إلى قسمين رئيسيين عشان تكون سهلة وواضحة ليكم. أول قسم اللي هو القسم الأفريقي، وعرفنا فيه سلاسل، وعرفنا فيه سهول، وعرفنا فيه هضاب، عرفنا إن فيه هضبة كبيرة خالص اسمها الهضبة الصحراوية، الهضبة الشمالية التي تقع في قلب الصحراء الكبرى وهي أكبر صحار العالم. عرفنا السلاسل الجبلية زي سلاسل جبال أطلس الموجودة في بلاد المغرب العربي، وزي سلاسل جبال البحر الأحمر اللي هي موجودة في مصر والسودان. عرفنا بعض السهول الفيضية زي سهول نهر دجلة، زي سهول نهر النيل في مصر والسودان. عرفنا بعض السهول الأخرى زي سهول نهر سيبو وأم الربيع، وبعض السهول الفيضية التي تتواجد وتنزل من السهول من المنطقة التي تقع في أطلس العربي في الشمال الغربي من الوطن العربي. عرفنا بعض السهول الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي والمطلة على البحر المتوسط، إضافة إلى السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط. أما اليوم هناخد الشق الثاني من التضاريس الوطن العربي اللي هو بيتكلم عن تضاريس الوطن العربي الآسيوي. أول حاجة ندرسها فيه زي ما درسنا في القسم الأفريقي الهضاب. أول حاجة هضبة شبه الجزيرة العربية، هضبة شبه الجزيرة العربية هضبة كبيرة المساحة، متسعة المساحة، تمتد من عند جبال زاجرس وكردستان في الشمال حتى البحر العرب في الجنوب، ومن البحر الأحمر في ناحية الغرب حتى الخليج العربي في ناحية الشرق، وهي هضبة عظيمة كثيرة الاتساع، تنحدر من الجنوب والغرب باتجاه الشمال والشرق، تاني تنحدر من الجنوب والغرب باتجاه الشمال والشرق، أي أن القسم الجنوبي والغربي منها هو أكثر ارتفاعا من القسم الشمالي والشرقي. عشان كده بنلاحظ أن أغلب الأمطار المتساقطة على شبه الجزيرة العربية بتسقط على القسم الجنوبي والقسم الغربي منها. قسم العلماء طبعا بيتجاوز ارتفاع الهضبة عامة يعني في القسم الجنوبي والقسم الغربي إلى نحو ما يقرب من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. قسم العلماء الهضبة شبه الجزيرة العربية إلى 3 أقسام رئيسية. هضبة اسمها هضبة بادية الشام، ودي تقع في بلاد الشام في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، يصل ارتفاعها الى نحو 2000 متر. اما الهضبة الثانية هي هضبة نجد، ودي بتقع شرق جبال عسير والحجاز، وهي هضبة متوسطة الارتفاع. اما الهضبة الثالثة تسمى بهضبة حضرموت، وهي اعلى هضاب شبه الجزيرة العربية بشكل عام، ودي بتوجد طبعا في قسم شبه الجزيرة العربية الجنوبي او في بلاد اليمن تحديدا، تمام. ودي بيصل منسوبها الى نحو 1800 متر فوق مستوى سطح البحر. من اهم الزهرات الموجودة في هضبة شبه الجزيرة العربية احتواها على ما يعرف بالصحراء الخالي او ربع الصحراء الخالي او الربع الخالي، وهو ما يقارب ما نحو 600,000 كيلو متر مربع من الصحراء، وهو اكبر تجمع للرمال في العالم، عشان كده اطلق عليه الربع الخالي، يخلو من مظاهر الحياة ومن السكان وغيره. حوالي 600,000 كيلو متر مربع، تمام، من اهم الظاهرات التي تتواجد في هضبة شبه الجزيرة العربية الجنوبية. اما النوع الثاني وهو السلاسل الجبلية، عندنا طبعا احنا عارفين نوعين من الجبال، جبال انكسارية، ودي نشأت نتيجة لحدوث انكسار عظيم جدا، زي ايه؟ زي سلاسل جبال الشام، وزي سلاسل جبال البحر الاحمر، ودي من اهم اللي هي الحجاز وعسير واليمن، ودي من اهم الجبال الذي حصل انكسار قديما اللي هو الاخدود الافريقي العظيم، فأدى الى ظهور تلك الجبال بارزة على سطح الارض، فهي تنتمي الى حدوث الانكسار الذي حدث في الأخدود الإفريقي العظيم، أبان العصور القديمة الجيولوجية لنشأة تكوين سطح الأرض. في عندنا بعض الجبال الالتوائية التي تتواجد في مرتفعات عمان، وتتواجد في بعض المرتفعات التي تقع في جنوب اليمن، إضافة إلى جبال زاجرس وكردستان من أهم المرتفعات برضو الالتوائية. وعرفنا الالتوائية اللي هي الجبال التي حصل لها التواء مع مرور الزمن نتيجة لوجود قوة ضغط جاية من بطن الأرض أو من خارج الأرض. إحنا عندنا نوعين من السلاسل الجبلية عامة، سلاسل جبلية نتيجة عن الانكسار زي سلاسل جبال بلاد الشام اللي بتطل على البحر المتوسط، سلاسل الجبال اللي بتطل على البحر الأحمر اللي هو جبال عسير والحجاز واليمن. عرفنا ان في بعض السلاسل الالتوائية اخرى زي سلاسل جبال عمان وسلاسل جبال زاجرس وكردستان، ودي اغلبهم بيقع في النطاق الشمالي الشرقي والشمالي من الوطن العربي. اما القسم الثالث من الدرس بتاع النهاردة بيتكلم عن السهول. طبعا احنا كنا عارفين في القسم الافريقي ان السهول قسمناها هي الأرض المنبسطة اللي بينفع الإنسان يعمل عليها كل حياته الاجتماعية،
وحياته الاقتصادية والزراعية وغيرها. قسمناها إلى قسمين رئيسيين، قسم اسمه السهول الفيضية وهي تلك السهول التي تطل على الأنهار، والسهول الساحلية وهي تلك السهول التي تطل على البحار أو المحيطات. عندنا طبعا في القسم الأفريقي كان عندنا سهول فيضية زي نهر النيل، وعندنا سهول ساحلية زي السهول المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأحمر والمحيط المتوسط. هكذا نفس التقسيمة موجودة في القسم الآسيوي، حيث تنقسم السهول إلى قسمين رئيسيين، قسم اسمه السهول الفيضية ودي من أهم السهول المتواجدة عندها، اللي هي السهول نهري دجلة والفرات، وده الموجود في بلاد العراق، وبتبلغ مساحة تلك السهول حوالي 90,000 كيلومتر مربع. تعتمد عليها العراق في الزراعة إضافة إلى إيه؟ إلى الإنتاج، إلى المراعي المتواجدة هناك اللي بتقوم عليها حرفة الرعي للحيوانات، إضافة إلى وجود بعض الأنهار الأخرى في مناطق العرب الآسيوي زي نهر العاصي في سوريا، إضافة إلى سهل مرجي بن عامر في الأراضي إيه؟ الفلسطينية. أما القسم الأخير من قسم السهول وهو القسم الساحلي، القسم الساحلي اللي هو بيطل على البحر المتوسط، ويتميز بأنه يتسع في بعض المناطق ويضيق في بعض المناطق الأخرى. من أهم السهول الساحلية المطلة على البحار في الوطن العربي السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط زي لبنان وسوريا والأردن والعراق، وتتميز بأنها ضيقة نسبيا، إضافة للسهول المطلة على البحر الأحمر اللي هي تتسع في البلاد اليمن إلى ما يزيد عن 70 كيلومتر بعيدا عن البحر، وتضيق كلما اتجهنا ناحية الشمال حتى تصبح ضيقة جدا جدا باتجاه الشمال، إضافة إلى السهول المطلة على بحر العرب وهي سهول ضيقة، وأغلب السهول المطلة على بحر العرب في الجنوب سهول لا تصلح للزراعة ونظرا لوجود التربة المالحة التي تتواجد على السطح، فبتساعدش على قيام نشاط زراعي، فاتجه السكان إلى الصيد، حرفة الصيد، حرفة إنتاج البترول، النفط، الفحم، الموارد الاقتصادية الأخرى. أما القسم الثالث وأما القسم الرابع والأخير فهي السهول المطلة على الخليج العربي، ودي من أهم السهول الساحلية، خاصة أن أغلبها بيستخدم في عملية الصيد، إضافة إلى عملية البحث عن الثروات المعدنية الهامة كالبترول. يبقى كده خلصنا الشق العربي الآسيوي من ناحية التضاريس اللي اتقسمت على هضاب وسلاسل جبلية وسهول. الواجب بيقول لك تنحدر هضبة شبه الجزيرة العربية طبعا من الجنوب والغرب باتجاه الشمال الشرق. اكتب ما تعرفه عن السهول الفيضية في الشرق الآسيوي زي سهول دجلة وفرات ونهر العاصي وسهول بن مرجي الموجودة في الأراضي الفلسطينية. وبكده نكون انتهينا من درس تضاريس الوطن العربي، نلتقي في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.